إقرار رسمي بفوزه بالرئاسة. بايدن يحصل على 306 من أصوات المجمع الانتخابي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصاب بفيروس كورونا. براءة جميع المتهمين في تعرية سيدة المنيا. السجن 3 سنوات لضابط و8 أفراد شرطة في قضية قتل مجدي مكين. خروج المصابين من مذبحة الإسكندرية، والنيابة توجه للمتهمين تهمة القتل العمد. اللقاح الصيني يصل مصر وجدل حول فعاليته وبدائله. الكنيسة تضع سيناريوهات إقامة قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. تزييف لتاريخ المسيحية بمصر في الكتب التعليمية بالابتدائي. القبض على شخص أطلق النار على المارة أمام كاتدرائية منهاتن نيويورك. سلاماً لأهل القبط وسلاماً لأهل مصر. برحب بحضراتكم في الحلقة الختامية لبرنامج الحرية والحدث لسنة 2020، لأن الأسبوع القادم بإذن ربنا هتكون احتفالات كريسماس وسنة الأجازة، أو يعني قسط من الراحة، ثم نعود إليكم بعد ذلك. ولكن أيضا تأبى سنة 2020 أن ترحل دون أن تظهر لنا قبح أكثر وحزن أكثر ووجع أكثر. وهنا أتحدث عن الحكم الذي صدر ببراءة جميع المتهمين في قضية تعارية سيدة المنيا، سيدة الكرم، السيدة سعاد ثابت. حكم الذي صدمنا جميعا منه، سواء مسلمين معتدلين أو مسيحيين في مصر وكل أنحاء العالم. ولذلك نتساءل حضراتكم، هل توافقون على حكم براءة جميع المتهمين في قضية سيدة الكرم؟ هل تروا أن هذا هو العدل الذي هو أساس الملك في مصر؟ ولا هناك للأسف أحكام تصدر ضد الأباط ظالمة وجائرة تؤتي على حقهم، وذلك اتباعا للمادة الثانية من الدستور المصري؟ سنتناول في هذه الحلقة هذه القضية وقضايا أخرى، لأن ليست هذه القضية الوحيدة التي يصدر فيها أحكام ظالمة وجائرة مدام أحد الأطراف وهو المعتدى عليه دائما هو قبطي. عندنا في البداية شأن يمكن عام أو قضايا عامة لابد أن نعرضها لحضراتكم ولو بشكل موجز، لأن في الأخبار الأخيرة أو في الأوضاع الأخيرة التي ظهرت في أمريكا تحديدا، هناك دائما أبديت أو تجديد أو تحديث للأخبار الخاصة بالانتخابات الأمريكية. نعم، الانتخابات الأمريكية عقدت وانتهت وظهرت نتيجتها منذ شهر أو أكثر، ولكن حتى الآن أصداء هذه الانتخابات موجودة وعلى اهتمام كثير من المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثيرها طبعا على العالم كله وتحديدا الشرق الأوسط ومصر. لأن الحقيقة كان منذ حوالي 72 ساعة صدر قرار رسمي بفوز بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وتوليه الحكم في البيت الأبيض يوم 20 يناير القادم. ودوت كان بناء على تصويت 306 من أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي، حيث حصل المرشح الديمقراطي جو بايدن على 306 من أصوات المجمع الانتخابي ليفوز رسميا بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وأعضاء المجمع الانتخابي في الولايات المتأرجحة قد منحوا أصواتهم لجو بايدن وكمالا هاريس اللي هي النائبة بتاعته قبل أن تكتمل العملية ويصوت المجمع الانتخابي بالكامل. وهنا يصدل الستار فعليا على العملية الانتخابية برمتها، في خطوة تسبق اعتماد الكونغرس للانتخابات الرئاسية الأمريكية وأيضا لنائب رئيس أمريكا. ده إن شاء الله يكون 6 يناير المقبل. جو بايدن خد من تصويت الانتخابات 270 صوت مقابل 216 لرئيس دونالد ترامب. وخلال الفترة الماضية أقام دونالد ترامب من خلال فريق عمله بعض الطعون، وقدموا في بعض الولايات بعض
يعني الطعون على حول الأصوات وتزويرها، ولكن قوبلت معظمها بالرفض أو ب يعني الإنكار من قبل المحاكم الولايات ديت في الطعن دوت. وده طبعا لم يرتقي إلى مستوى السوبريم كورت أو المحكمة العليا إن هي تبدأ تحقق في الموضوع، لأن محاكم الولايات نفسها رفضت تلك الطعون. في صورة الحقيقة حابب أنشرها لحضراتكم لجو بايدن. إحنا كنا تحدثنا الأسبوع الماضي إن هو أصيب في كسر أو شرخ بسيط في قدمه بناء على لعبه مع الكلب بتاعه، ويمكن الصورة ديت هي الصورة التي ظهر ليها جو بايدن بعد هذه الإصابة، وبيوضح مدى أو حجم الإصابة التي ألمت بقدمه اليمنى. في نفس يوم ظهور النتائج المجمع الانتخابي تم استقالة المدعي العام الأمريكي، ويقال أن هذه الاستقالة كانت بدافع إقالته، ولكن هو سبق بخطوة في الاستقالة. الشأن يمكن في أمريكا شوية متوتر الفترة ديت، ولكن إن هذا يدل إلا أن هناك في أمور غير طبيعية تصار أو تسير في البيت الأبيض وشؤون الجهة العليا أو الجهة السيادية في أمريكا، مش على توافق أو مش على ترحاب، سواء ب نتائج الانتخابات أو بالحزب الديمقراطي. فربما هذا سينعكس على أداء النظام والحكومة الأمريكية خلال الفترة القادمة، تحديدا ابتداء من 20 يناير القادم. على شأن آخر، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن قصر الإليزي وهو قصر الحاكم في فرنسا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أعلن قصر الإليزي يوم الخميس الماضي، وده يمكن كان بعد 5 أيام أو 6 أيام من زيارة الرئيس السيسي لماكرون في قصر الإليزي، أعلن إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا. وطبقا للقواعد المتابعة في فرنسا، هيخضع ماكرون لحجر صحي أو عزل لمدة 14 يوم على أن يتابع بعد ذلك أعماله ونشاطه، وده طبعا هيصدر عنه بيان جديد من قصر الإليزي. أضاف البيان: أظهرت الفحوصات التي أجريت للرئيس الفرنسي تحليل لكوفيد 19 إيجابي، وخضع ماكرون للفحص واستجاب إلى العزل الصحي. يعد الرئيس الفرنسي أحد رؤساء دول وحكومات عديدين حول العالم أصيبوا بفيروس كورونا، كان أشهرهم رئيس الوزراء البريطاني جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. طبعا بشكل او باخر احنا بنطلب الشفاء لماكرون، واي شخص يصاب بفيروس كورونا حتى لو على عداء بقى معاه او اختلاف وجهات النظر، لاني انا شاهدت بنفسي على السوشيال ميديا بوستات وتعليقات في الصحف الالكترونيه حول هذا الخبر، يعني بيدعو على ماكرون هو ما يخرجش من الإصابة وأن هو يموت، وهو مش عارف الناس دي بتفكر إزاي بشكل بشري أو إنساني أو محسوبين علينا إزاي بشر. لكن بشكل بآخر إحنا بنطلب الشفاء لي ولكل المصابين بفيروس كورونا. طبعا القضية والشأن الأساسي في هذه الحلقة الحكم الذي صدر أمس ببراءة جميع المتهمين من تهمة تعرية سيدة المنيا السيدة والفاضلة وأمنا جميعا الست سعاد ثابت. الحقيقة الحكم دوت لما نظر على نفوسنا نزل كالسهم الحارق، لأن القهر والظلم والاضطهاد الذي يعاني منه الأباط في مصر، يعني بنتمنى أو بنتطلع أن هو ينتهي، وفقا لتصريحات الدولة ورئيسها ان احنا في دولة مواطنة وان احنا بنحاول نحافظ على العلاقة ما بين الدولة والمواطنين وما فيش فرق ما بين مسلم ومسيحي. لكن بشكل او باخر بيأتي احكام القضاء عكس سير التصريحات ديت. في الوقت اللي احنا بنطالب فيه بدولة المواطنة، احنا بنلاقي الاحكام التي تصدر ضد الاقباط دائما جائرة. في حكم صدر في 20 يناير الماضي بالحكم بحبس 10 سنوات للثلاث متهمين نظير إسحاق وأخوه وأبوه في تهمة تعرية سيدة المنيا، وكان سبق هذا الحكم براءة جميع المتهمين اللي كانوا في قضية حرق منازل وممتلكات أقباط قرية الكرم.
عشان بس أنشط حضراتكم وذاكرتكم، هذه الأحداث ترجع إلى مايو 2016 حول الاعتداء على منازل ومنتجات الأباط، وفقا لإشاعة من نظير إسحاق دوت، هذا السم الذي بث في نفوس القرية بأن هناك علاقة ما بين طليقته وما بين إبطي اللي هو أشرف ابن سيدة الكرم سعاد ثابت. وكان هذا هذه الإشاعات علشان يتخلص من السيدة ديت وفي نفس الوقت يتخلص من مديونية لدى أشرف. والناس تماشت معاه وصدر حكم حتى ضد أشرف بحوالي سنتين سنة سجن وقضيوا. لكن صاحب الأزمة كلها اللي هو نظير إسحاق دوت والإشاعة بتاعته وتهيجوا مسلمين القرية لمهاجمة منازل الأباط لم يحاسب عليها. حتى مسلمين القرية اللي هاجموا منازل الأباط وحرقوها وسرقوها ونهبوها ضغطوا على أباط القرية طبعا بتوجيهات أمنية، فالأباط نزلوا عن حقهم وقالوا احنا ما شفناش حد. طيب فضل الوحيد اللي عليه رهان الحق هي مدام أو الأم سعاد ثابت السيدة المسنة، وطلبت بحقها وقال أنا مش عايزة غير حقي، الناس اللي ضربوني وسحلوني وعروني وأنا ست مسنة أخد منهم حقي بحكم قضائي. وصدر في يناير الماضي 2020 حكم غيابي، خدوا بالكم من كلمة غيابي وإحنا في دولة القانون، ولكنه كان غيابي على ناس مهربانة بعشر سنوات سجن. والست قالت أمين، وكنت في حديث بعديها بشهر مع الأنبا مكاريوس أسكوف المانيا وقال موافقين برغم أنه هو حكم غير عادل لكنها موافقين. طعنوا في هذا الحكم، وفي أغسطس الماضي تم تأجيل النظر في القضية مرة أخرى إلى ديسمبر. ثم القاضي اللي اسمه أشرف محمد علي دوت صدر امبارح حكم ببراءة جميع المتهمين من هذه القضية. طيب قال لك ليه براءة جميع المتهمين؟ إيه حيثيات الحكم؟ قال لك حيثيات الحكم ان شهادة الشهود غير مؤكدة ومتبادلة. السيدة اللي لجت ليها السيدة سعاد ثابت، ودي كانت سيدة مسلمة جارتها، قال ان هي دخلت عليها البيت لا شافت عليها ملامح سحل ولا ضرب وبملابسها حتى بالطرحة او اللبس اللي هو بيتزينوا بيه سيدات المنيا يعني في ملبسه لبس الفلاحي، ودخلت عندها وقعدت عندها. طب قعدت عندك ليه؟ يعني دخلت عندك ليه؟ الست دي هي على احد القنوات الفضائيه ايام الحادثه نفسها شهر مايو 2016 طلعت وقالت ايوه دي جات لي وكانت عريانه وكانت مضروبه ودخلتها عندي ولبستها عبايه جوزي وسترتها، ولما بداوا الناس في القريه خبطوا على الباب عشان يطلعوها، ده بعد السحل وبعد الضرب كانوا عايزين يخشوا يجيبوها، قالت هربتها من على سطوح البيت لبيت تاني عن طريق سلم، والفيديو ده برضو موجود. ده في فيديو تاني كمان أكثر تأثيرا في القضية، وهو اعتراف واعتذار رئيس الجمهورية الحالي عبد الفتاح السيسي بهذه الحادثة واعتذاره سيدة المنيا، والفيديو ده منتشر مش محتاجين احنا نعيده تاني. ومع ذلك القاضي ضرب بعرض الحائط كل هذه الاعترافات وكل هذه الاعتذارات وكل هذه الحقائق، وشاف ان طرف مسلم وطرف مسيحي، لا ندي براءة للمسلم وفي 60 المسيح ده ملوش اي قيمة وفقا للمادة الثانية اللي للأسف بيستند اليها قضاة مصر. تتلخص الامور في انصف اخيك المسلم ظالما كان او مظلوما بصرف النظر عن اي حاجة تانية، وبناء عليه صدر حكم ببراءة جميع المتهمين في قضية سيدة الكرم. طيب هل تعلموا، هل تعلم يا سيادة الرئيس، يا من تحافظ على هيبة الدولة أمام العالم وصورة مصر أمام المجتمع العالمي، أن مصر مش عايشة في جزيرة لوحدها؟ هل تعلم أن مصر مش عايشة في جزيرة لوحدها؟ هل تعلم أن مصر دولة تعيش مع العالم على مسمع ومرأة كل الناس؟ ادي صوره النهارده من السي ان ان الامريكيه، سي ان ان الامريكيه دي احد وكالات الانباء اللي نشرت ان برغم اعتذار السيسي قبل سنوات لسيده المنيا براءه جميع المتهمين في هذه القضيه.
وبناء على هذه ردود الأفعال وبناء على الاعتراض الذي ظهر على السوشيال ميديا امبارح من أقباط مصر وبعض إخواتنا المسلمين المعتدلين، أمر حمادة الصاوي اللي هو النائب العام بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة تعريض سيدة 8. على صفحة النيابة العامة المصرية على السوشيال ميديا وتحديدا الفيسبوك صدر هذا التصريح من حمادة الصاوي اللي هو النائب العام بدراسة أوجه الطعن على حكم براءة المتهمين في واقعة تعريض سيدة مسيحية في أحد قرى محافظة المنيا، ودي قضية معروفة باسم سيدة الكرم. طيب، هو لو أنت هتعيد الطعن أو هتفتح الطعن في الحكم الذي صدر، هل هتحاسب فقط المتهمين اللي العالم كله اعترف بجريمتهم؟ ولا يجب على القاضي اللي اسمه أشرف محمد علي أن يحاسب أيضا لأنه لم يثبت العدالة والعدل في ميزان الحكم الذي صدر؟ يعتلي هذا القاضي بمستشاريه عنوان واضح من ثلاثة كلمات: العدل أساس الملك. أين كان العدل في هذا الحكم الذي صدر وفي أحكام كثيرة؟ يعني وإحنا ناسيين قضية الكشح اللي بدر كانت برضو كانت البراءة لجميع المتهمين برغم أن الشهداء الأقباط تعدوا 21 شهيد، برغم حرق ممتلكات ومنازل ونهب الأقباط في قرية الكشح سنة 2000 يناير 2000 على مسمع ومرأة العالم بجانب عشرات المصابين، ولم يكن على الجانب الآخر أي إصابة إصابة إصابة، ومع ذلك صدر الحكم براءة جميع المتهمين. وكان الحكم النهائي في 2004، وقال البابا شنودة ساعتها: نلجي قضيتنا إلى السماء، أو نرجي قضيتنا إلى السماء. وهنا بدأت تنزل الهبة نار على منازل المسلمين اللي حرقوا وسرقوا ونهبوا ممتلكات الأقباط وقتلوهم، وحركت هذه المنازل على يعني مشهد ومنظر غير مألوف، وكانت الناس بتستغرب ده جن ولا ده حكم سما فعلا ولا ده ايه. وصادرت من الاهرام والاخبار ومنشطات. كنت انا استضفت في الحريه والحدث قبل كده ابونا جبرائيل عبد المسيح كان كنيسه كشح، وقال هذه الظواهر التي لم تجد اي تفسير بها. ما هو ليه النقمه ان اجازي يقول الرب؟ الناس اللي النهارده عاروا سيده المنيا سيتعرضوا ليس فقط للحكم الارضي اللي كان منتظر من القاضي أن يكون عادلا فيه، لا، من حكم أرض ومن حكم السماء. وحق سيدة الكرم لما قالت حقي عند ربنا مش سهل، مش سهل إن هي تقول كلمة زي كده. كنت في حديث النهاردة مع الأنبا ماكاريوس أسكوف المنيا اللي كتر خيره يعني استقبل سيدة المنيا يعني طيب خاطرها قدر الإمكان، وقال لي انا ما عنديش كلام يتقال، لكن يعني ده 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 يعني ده ده كلام او ده تصريح من اسقف معروف عنه ان هو اسقف واسد الصعيد وحق الاقباط دائما يحافظ عليه. خلاص يعني لجم اللسان وبح الصوت ان الحق ظاهر وجلي وباين وبرضه ياخدوا براءه. طب ما هيبقى في ايه تاني يتقال؟ هيبقى في ايه تاني يتقال؟ عموما احنا عندنا رجاء في حماد الصاوي النائب العام في النظر للطعن الذي قدم، واتمنى ان هو ما يكونش بس تصريح كده لتهدئه الامور، لان الاقباط فعلا في حاله انزعاج شديد وفي حاله هياج شديد وفي حاله ثوره شديده على شعورهم بهذا الظلم الواضح والظاهر والجلي على مرأة ومسمع العالم كله. في قضيه تانية هتناولها، لأن الحقيقة احنا كنا بنحاول اتصال بمدام سعاد ثابت، هي مش في إمكانها أو مفيش إمكانية دلوقتي للتواصل معها، لكن في قضية أخرى احنا حابين نتناولها وهي أيضا خاصة بأحكام القضاء المصري. القضية الأخرى ديت إن صدر حكم نهائي أو أخير بثلاث سنوات سجن للضابط المتهم ب قتل مجدي ماكين ومعه 9 أمناء شرطة. طبعا الأحداث بتاعت مجدي ماكين أيضا ترجع ل 2016 أواخر 2016، وكان صدر قبل كده براءة للمتهمين، وصدر قبل كده
يعني بناء على برضه تلاعب في اوراق اسم الشرطه بتاع الاماريه والضابط وعلاقاته ومش عارف ايه، فتم تبرئتهم ثم تم الطعن في القرار وصدر حكم نهائي. والله اعلم هو هياخد برضه استئناف زي برضه الحكم اللي صدر غيابي على المتهمين في قضيه المنيا، ان يصدر برضه استئناف او طعن او نقد في القضيه فياخدوا براءه. دي برضه نقطه لسه يعني محدش يعرفها، لكن الوضع الحالي ان محكمه شمال القاهره قامت بحكم على معاقبة الضابط اللي هو كريم مجدي وثمان أمناء شرطة وقسم الأمرية بالسجن لمدة 3 سنوات وبراءة شخص آخر في القضية المعروفة عالميا بمقتل مجدي مكين. طبعا مجدي مكين عشان بس تنشيط لذاكرة حضراتكم، ده كان راجل بيبيع سمك بسيط عنده عربية كارو، وقفوه طلبوا منه بطاقة وبدأوا يعني من فضل وقت ياخدوه ويعذبوه في 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 القسم الأمرية، وآثار التعذيب دي ظهرت عليه بشكل واضح جدا لما أخوه وقرايبه بدأوا يغسلوا جثته وقت الدفن. وهنا بدأ الشكوك إن إيه الآثار التعذيب اللي عليه ديت، وكان نتاج التعذيب دوت أودى إلى فيض الروح أو وفاته. كانت نيابة القاهرة قامت بحالة معاون مباحث قسم الأمرية وتسعة من أمناء الشرطة إلى محكمة الجنايات ووجهت إليهم تهمة تعذيب أفضى إلى موت، وكذلك التزوير في محضر الواقعة والأضرار العمد الإضرار العمد بجهة عملهم وهي وزارة الداخلية المصرية. أيضا الضابط كريم مجدي يخضع الآن إلى القيد النيابة العامة أو يعني تم حبسه يعني بناء على هذه القضية، ولكن معروف أن لهم حق الاستئناف أو حق النقد، وده أحد الأشياء في القضاء المصري اللي أنت لما بتصدر حكم والناس تعتقد أن هذا هو الحكم وهذا هو العدل، يجي بعد فترة تكون الناس تناست القضية ف الموضوع يسيف او يتم تسويته بحكم اخف من كده، بس هو في حكم ربنا ضابط وتسع امناء قتلوا شخص بعد تعذيب، يبقى الحكم 3 سنين. 3 سنين يا دوله، 3 سنين يا قضاء، 3 سنين. معانا ملاك ابن المرحوم او المتوفي مجدي مكين عشان يعلق معانا على تفاصيل هذا الحكم. مساء الخير يا ملاك. ألو؟ ألو؟ طيب ممكن نتأكد هل ملاك مجدي مكين معانا؟ ممكن نعيد الاتصال تاني؟ فأنا بس يعني بستغرب يعني هل من العدل ده لما واحد بيختلس ولا واحد بيسرق ولا واحد بيتحرش ولا واحد بياخد أحكام محترمة شوية، لكن النهارده واحد ضابط يستخدم سلطته بدل ما يكون أمن وأمان للشعب في أن هو يعذب ويضطهد شخص لحد ما الشخص ده يتوفى فياخد 3 سنين، وتاني 3 سنين قابلين للنقد وقابلين للاستئناف. طب بحكم مين؟ طيب يعني بحكم مين؟ وتلاعب في المحضر، طب ما هو ده تلاعب، ده في حد ذاته فساد وتزوير. فين الحكم اللي صدر ضد مجدي كريم مجدي حول تزوير محضر الشرطه الخاص بمجدي مكين وادعائه ان هو كان تاجر مخدرات؟ والناس كانت بتستغرب يعني ازاي ده واحد عنده عربيه كارو بسيط غلبان لما دخل الانبا مكاريوس يعزي اسرته وتصور الناس صورت هناك المنزل يعني بسيط جدا جدا، ده واحد غلبان، واحد غلبان وبسيط وعنده عربيه كره، تقوموا انتوا بعقليتكم الفذه تتهمون هو تاجر مخدرات؟ طب تاجر مخدرات هل في ماده في القانون المصري او الدستور المصري تسمح لاي شخص باي تهمه هو متهم بها ان يتم تعذيبه حتى الموت؟ ده في عرف مين؟ ده في حكم مين؟ احنا يعني مستغربين جدا في بلد المفروض يحكمها قانون ودستور ان يتم التعامل بهذا الشكل، ونلاقي منابر اعلاميه ومنابر صحفيه تسيف الموضوع وتقول لك لا ده تاجر مخدرات. طب تاجر مخدرات، طب خلينا اكبر بالفكره بتاعتك، تاجر مخدرات
أي حكم في العالم يجبر ضابط وتسع أمناء شرطة لتعذيب تاجر مخدرات حتى الموت؟ أنت دورك اللي أنت سلطة تنفيذية تقبض على شخص وتوجهه إلى النيابة، والنيابة تقوم بالتحقيق، ثم نتاج هذا التحقيق هذا الشخص بريء يتم الإفراج عنه، هذا الشخص مذنب يتم توجيه تهمة ليه، والقضاء يتم إصدار حكم تشريعي حول هذا المتهم، يسجن، يعتقل، يعدم كل واحد وجريمته. لكن شخص مثل مجدي مكين، ملاك معايا؟ ايوه. طب كويس، ملاك ابن شهيد مجدي مكين معانا. مساء الخير يا ملاك. ايوه ملاك. طيب ممكن تديني بس انطباعك انت كابن لعم مجدي حول الحكم الاخير اللي صدر 3 سنين لكريم مجدي وتسع امناء شرطه؟ ده دول باشا، خلي بالك، كانوا ضغطوا علينا وكانوا مبهدلين اخر حاجه يا باشا. كريم دي كان مبهدلنا وكان بيضغط علينا زمايله ومبهدلنا اخر بهدله. ده خلال بقى ال4 سنين من ساعه حادثه القتل لحتى الحكم اللي صدر النهارده. كريم مجدي ده كان يعني هو كان كان بيزاول مهنته كضابط، ما حصلش اي حاجه في ال4 سنين دي ولا تم ايقافه حتى. لا، وكانوا ضاغطين علينا جامد يا باشا وكانوا مهددين. ايه نوع التهديدات اللي جات لكم يا ملاك؟ ايه تهديدات من كل نوع، وكانوا بيزقوا علينا الحكومه بتاعت الزاويه وياخدونا وكانوا بيهددونا وكان بيبعت لنا بودوغاردات وكده، وكان في تهديدات جامد. تصدق انت 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 راجل، تصدق انت راجل اللي انت مش خايف وبتقول الحقيقه كامله؟ انا عايز اسمعك كمان. انا عايز وانا عاوزكم تقفوا جنبينا. احنا معاكم. لا احنا معاكم، والمفروض الدوله تبقى معاكم. احنا مش ضد الدوله، احنا ضد الفساد وضد القهر وضد الظلم اللي بيحصل في الدوله. لكن هلا لو الدوله اعترفت ان هي كلها ضدك يبقى الدوله ظالمه. المفروض الدوله هي تبقى معاك. اي حد يا باشا شوف ظروفنا عامله ازاي. ظروفنا مش ربنا اللي عالم بظروفنا، مش لاقيين ناكل، احنا قاعدين تحت بير السلم. احنا قاعدين في شقه تحت بير السلم. ده طبعا يتناقض مع الاتهام او التهمه اللي هم كانوا عايزين يلبسوها لعم مجدي ان هو تاجر مخدرات، تاجر مخدرات وعايش في تحت بير سلم ومعاه عربيه كارو. ده ازاي يعني؟ منين؟ ده هو كان الاول كان في 9 تنفار في رقبته وبيصرف عليهم، هو اللي كان بيصرف علينا كلنا، احنا ما كناش شغالين ولا حاجه، هو اللي كان بيصرف علينا وياكلنا. طيب يعني هو كان بعد ربنا. طيب سيبك من ده كله، بيتنا خربان يا باشا. طيب ربنا يعينكم، واكيد لو في اي حد مستمع وحابب ان هو يتجاوب معاكم احنا معانا رقم ملاك ويقدر ان هو يتعامل معاه بشكل مباشر في مصر. طيب سؤالي ليك يا ملاك، الحكم اللي صدر 3 سنين، يعني مدى الانطباع عندك وعند زوجة عم مجدي واسرته؟ يعني شايفين الحكم ده عادل ولا حكم ايضا ظالم؟ لا مش عادل، هو ده عادل بتاع ربنا. ايوه ده عند واحد يتظلم ويتبهدل ويموت. انت عندك تزوير في محاضره رسميه قام بيها الضابط، استخدام سلطته استخدام سلطته بشكل خاطئ، تعذيب مواطن حتى الموت، اتهامات باطله بان هو متاجر مخدرات، و منين منين ابعت يا باشا شوف ظروفنا عامله ازاي، ثم استخدام سلطته بعد كده في الضغط على اسره مجدي مكين في التنازل عن حقهم. ادي مبدئيا 5 تهم، ويبقى الحكم بعد ده كله 3 سنين؟ ده ازاي بقى؟ طب احنا نعمل ايه يا باشا دلوقتي يا باشا؟ يعني ده ازاي بقى؟ انا مش عارف نعمل ايه عشان خاطر ربنا يقفوا جنب مننا. طيب هل انتوا هتطلبوا استئناف او تطلبوا طعن في الحكم دوت عشان تاخدوا درجه اعلى او تاخدوا حكم عادل، ولا مش هتاخدوا اي درجه؟ هنطلب يا باشا، بس ما فيش حد واقف جنب مننا. المحامي بتاع مجدي مكين فين؟ ما فيش، حتى المحاميين خالد بينا. بناء على الضغوط اللي تعرضوا ليها. حتى المحامي خالد بينا وما فيش حد واقف جنب مننا، واحنا ناس غالبه ما بنعرفش ولا نروح في حته ولا نيجي. يعني مطلوب كمان ان يكون في محامي ضميره صاحي ويقدر ان هو يتبنى قضيه مجدي مكين علشان يتاخد حكم عادل في القضيه ديت. القضيه ديت على فكره يعني كله خلق بينا بس حكم عادل في القضيه ديت على الاقل 15 سنه اذا لم يكن مؤبد. ده في وفاه اتبنت على تعذيب
واتهامات باطله وتزوير في محاضره رسميه واستخدام سلطه. ايه اقل من مؤبد؟ يعني ايه اقل من مؤبد؟ مفيش. عشان ناخد 3 سنين ليه؟ هو كان الضابط ماضي على الشيكات بدون رصيد. 3 سنين ايه؟ 3 سنين ايه؟ طيب طب انا اعمل ايه يا باشا دلوقتي؟ انا عاوز حد يقف جنب مننا يا باشا. احنا اهو بنتكلم والناس كلها يعني بتسمعنا، واتمنى يكون في تجاوب سواء على الشأن القانوني او الشأن الدعم ليك ولاسره مجدي مكين علشان تقدروا حتى تستكملوا حفظ حقه. الراجل يعني اتقتل غدر، اتقتل داخل قسم شرطه. والله الظلم ظلمنا صدقني، يعلم ربنا وربنا عالم بينا، ظلمنا والناس دي ظلمتنا جامد، واحنا مش قادرين يعني قالينا ربنا. طيب ربنا يكون معاكم. انا بشكرك جدا، مش عايز اتقل عليك يا ملاك، لكن بشكل او باخر انا قلت لك انت راجل وراجل قوي، اللي انت بتقول الكلام دوت وانت في مصر، والكلام دوت وانت بتقوله بدون خوف او بدون يعني ما تتحفظ على كلام. انت بتتعرض وتعرضت انت واسره مجدي مكين لمحاوله الارغام على التنازل عن حقكم ورافضين. انا عاوز حد يقف جنب مننا يا باشا. تمام باشا استاذ. طيب سامعك، اتفضل. انا عاوز حد يقف جنب مننا، مفيش حد، كله خلابينا. طيب بالنسبه لل يعني بشكل او باخر يعني يا ملاك، بالنسبه لاسره عم مجدي وبقيه اخواتك، يعني يا باشا بالنسبه لزوجه عم مجدي مكين واخواتك، هل مش عايشين بشكل سلمي ولا في ما عندوش اخوات؟ كلها ما عندوش الا اخ واحد وكبير. وزوجته يعني ما عندوش الا اخ واحد وكبير وتعبان. اخواتك انت، انا بتكلم على اسره مجدي مكين، هو زوجته واخواتك انت. اخويا واختي. هل انتوا عايشين بشكل سلمي وبعد الحكم ده لسه في ضغوط بتتعرضوا ليها، ولا يعني الوضع شويه اهدى دلوقتي؟ انا اهو بقالي 3 ايام ما فيش حد جاني ولا كده، بقالي 3 ايام. تمام. من قبل كده كان في ضغوط. تمام. طيب ربنا يسلم وان شاء الله يكون خير، بس يعني خدوا بالكم من نفسكم، وادينا اهو بنكرر ان لو في اي محامين حابب يتبنى القضيه عشان يستكمل الطعن في الحكم الهزلي الذي صدر، ربنا يستر. ما ساعدها الحكم لما بيبقى 3 سنين ونيجي نطعن يدولهم براءه. دي حاجه في علم الخيال، حاجه في علم الخيال. مصر دي بجد بنشوف منها عجب العجاب. وفي نفس الوقت يعني لو في اي دعم للاسره بسبب الظروف اللي بيعانوا منها يكون التعامل معاهم بشكل مباشر، احنا بنرحب بذلك. ومن خلال القناه اللي حابب يحصل على رقم ملاك ده في الامكان من خلال الكول سنتر او الكنترول روم. بشكرك جدا يا ملاك، وان شاء الله يكون في طعن واخذ حكم عادل محترم لحفظ هيبه الدوله في قضيه مقتل المواطن القبطي. يا ربنا العالم بينا مجدي مكين، شكرا جدا ليك. طيب هستكمل الأوضاع الخاصة بالحادثة اللي اتكلمنا فيها الأسبوع الماضي. لو فاكرين كنا تحدثنا عن قتل رمسيس بولس في مدينة الورديان بمحافظة الإسكندرية تابعة لمركز مينيا الباصل، واللي طلعت برضو جهات أمنية، احنا لو ما ترحمنا من القضاء مش هنترحم من الأمن، هو كده برضو حاولت ان هي تزيف في الحقيقه، وقال لك مصدر امني قال لك القتل ده مختل عقليا مجنون، وبدات تتبعه الجرائد المصريه الغير امينه وغير صادقه في هذه التصريحات، وقال لك مشاجره في البدايه، قال لك مشاجره، ثم من قام بها مختلين نفسيا بسبب وفاه والدتهم، ثم امام عرضهم عن نيابه قاموا بالاستهزاء او بالكلام بكلام مهزي او كلام غير حقيقي. طبعا النيابه العامه قابلت المتهمين بعد القبض عليهم وواجهت لهم ضمن القتل عمد، لان اللي شايفينهم قدامهم عديدي الاجرام، بلطجيه، يعني ناس اساسا عقليتها اعلى من عقليتنا اجراميا، يبقى ازاي مختلين عقليا. وتم دفن عم رمسيس بوليس بعد جنازة مهيبة شارك فيها الأنباء إلاريون وأسرة المتوفي، وأيضا اطمأننا على خروج الاثنين مصابين، كان
عم عادل بوليس أخوه أو طارق شنودة. معانا معالي المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان الذي تبنى هذه القضية من خلال مكتبه بالإسكندرية. مساء الخير يا معالي المستشار. طيب إلى عودة المستشار نجيب جبرائيل مرة أخرى. الأمر يا ريت ننشر صور المصابين اللي تم خروجهم من المستشفى بعد الاطمئنان على صحتهم، سواء عم عادل بوليس وطارق شنودة. ومش هقول أو هقول على مسؤوليتي، أنا ما بخافش، إن المفروض كان معد باتصال بأحد الأطراف وتقال لنا نصا ان في جهات سياديه امنيه بتضغط من اجل عدم الظهور اعلاميا او عدم التحدث وموت الموضوع. انا مش فاهم لحد دلوقتي الجهات اللي بتقوم باداره الدوله بتسكت الناس ليه؟ بتقهر واحد زي ملاك ابن مجدي ماكين ليه؟ وبتحاول ان هي تخليه يتنازع عن قضيته. بتحاول تضيع حق سيدة زي سيدة المنيا ليه؟ بتحاول ترغم المصابين في حادثة الورديان ان هم يسكتوا ليه؟ انتوا فاكرين ان انتوا كده بتحافظوا على الدولة؟ لما بتقهروا الناس، لما بتغصبوا على الناس، لما بترغموا الناس ان هم ما يتكلموش ويتخرسوا، هو ده كده؟ معانا مرة أخرى المستشار نجيب جبرائيل. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك معالي المستشار. انت من خلال مكتبك بالاسكندريه بدات تتبنى قضيه مقتل رمسيس بولس واصابه اخيه وشخص اخر، فعايز اعرف منك اخر المستجدات. بالتاكيد ان كان في بادئ الامر متجه الى المشاجره. وكنت حضرتك ذكرت الباحث الاولي دي مشاجره. وطبعا مشاجره قضيه ضرب يعني جنحه او اقصى ضرب قبل الموت يعني. فعقوبتها اقصى هي 3 سنين يعني. لكن للاسف لكن لحسن الحظ يعني الحقيقه كان في تعليمات من المحامي العام الاول ومكتب النائب العام كان بيتابع الوقائع، ويعني النيابه العامه حاليا وجهت تهمه القتل العام مع سبق الاثاره والترصد، ودي عقوبتها الاعدام. وكان في اول امبارح معاينه تصويريه للمتهمين كانت عارفه الواقعه في مكان الواقعه. معلش بس استوقف حضرتك، هي يعني على ما يرام، وحاليا تكيف مكافاه على اساس جنايه جنايه قتل عمد مع سبق الاثاره والترصد. معلش انا بس بعيدها تاني، قتل العمد دي المعلومه اللي كانت واصله لي، سبق الاثاره والترصد، هل حضرتك متاكد من هذه التهمه؟ اصل هذه التهمه كاضافه ممكن تصل الى الاعدام. والترصد مع سبق الاثاره والترصد اللي عقوبتها الاعدام. اللي هي عقوبتها يعني الاعدام. تمام. عقوبتها دلوقتي الاعدام، طبعا هي التكييف القانون النيابه العامه، لكن الحكم هو شانها. لكن التكييف القانوني قتل عمد مع سبق الاثاره والترصد. تمام. طيب هل حضرتك شايف ان الدعاوي التي صدرت ومن جهات امنيه ومصدر امني بان هم مختلين نفسيا ومهزوزين نفسيا ويتلوا عبارات غير مفهومه، هل الامور ديت بدات دلوقتي تتلاشى بعد قرارات النيابه العامه، ولا برضو ممكن او محتمل بعد فتره لما الناس تهدى يبدا يوجهوا ليهم ان هم مختلين نفسيا وحجزهم في مصحات نفسيه؟ هذه الامور توارت تماما لان في معاينه تصويريه للحادث الواقع للجنايه يعني، وصور المتهم كيف ارتكب الجريمه، وايضا اخذ باقواله مما يستشف لعدم وجود اي عوار نفسي او اي خلل نفسي، وبالتالي مجريات الامور والتحقيقات تسير طبقا للقانون. لا يوجد ولن يوجد، واؤكد لك لن يوجد اي ما يشيل التحقيق او يعني يمكن ان يوصف بانه هو مختل عقليا او نفسيا كما اشيع. الامور اخذت الى الصفحه الصحيحه. طب ده شيء كويس. مكتب حضرتك في الاسكندريه بيتابع هذه القضيه، وده طبعا بالتوجيه منك، لكن انا سؤالي لحضرتك يا معالي المستشار، شايف ان الوضع دلوقتي في هذه القضيه بيسير الى مسار عادل، ولا شايف ان بناء برضو على تحريات الشرطه اللي تمت بمحاوله ايجاد مشاجره ده هيبقى فيه اي مسؤوليه حول الاثنين المصابين سواء عادل او طارق، وهم المفروض نجني عليهم يعني؟ بدليل مسار عادل بدليل النيابه العامه وجهت تهمه القتل ونيابه الاطفال وجهت تهمه القتل. ما انا فاهم يا فندم، ده بالنسبه للجناه، لكن بتكلم على المبني عليهم.
أنا بعيد تاني، هل التحريات المجني عليها الشرطية التي مدني. حاولت إن هي تزيف الحقيقة وتسمي ما حدث مشاجرة، هل هتوقع أي مسؤولية على المجني عليهم سواء عادل بولس إطلاقا أو طارق شنودة؟ إطلاقا المجني عليه، هم المجني عليهم، وهيدعوا مدني بتعويض مدني، والأمور هتبقى جناية وادعاء مدني. طب ده شيء برضو كويس. سؤالي برضو القادم لحضرتك، شايف إن هذه القضية ستحد إذا مشيت في مسار العدالة الحقيقية من تكرار هذه الأحداث، ولا الأمور برضو هنراها وهنشاهدها تاني في أوضاع أو أشكال أخرى؟ إلى هذا الحد الأمور ماشية يعني على مسار قانوني سليم إلى هذا الحد، يعني لهذا التوقيت يعني. فأنا أأمن أن تسير الأمور وفقا للقانون على حسب يعني ما هو واقع وما هو موجود في التحقيقات يعني. طيب بشكل أخير يا معالي المستشار، توقعاتك في هذه القضية بناء على التوجيه الأخير الذي تم من النيابة العامة، هو يعني نقول يتراوح ما بين مؤبد وإعدام، ولا ربما سيكون الأحكام بتقديرك ستكون أقل من ذلك حدة؟ يعني أنا في تقديري طبعا هيحل محكمة الجنايات طبعا، والعقوبة يعني ربما تكون مؤبد وربما تكون إعدام، لكن لم تقل عن هذا يعني. طب ده شيء كويس، أنا بشكر جدا حضرتك لهذه التوضيحات يا معالي المستشار، لا كنت ونتمنى عايز أتكلم معاك في موضوع سيد الكرم الحقيقة، كنت مهم طبعا. جدا لا سيد لا أنا حابب الكرم نسمع معاك. رأي حضرتك طبعا، اتفضل. سيد الكرم الحقيقة يعني إحنا طبعا يعني فزعنا وصدمنا من الحكم بتاع إمبارح الحقيقة، وإحنا الحقيقة يعني برضه ذهلنا من موقف المجلس القومي للمرأة يعني مرأة مرسي يعني الحقيقة لم تتخذ ولم تدعم سيد الكرم، وعقدنا مؤتمر صحفي امبارح والنهارده من النائب العام ان يطعن بالنقد باعتباره هو الممثل للدعوه الجنائيه، وفعلا صدر بيان منذ قليل ان النائب العام يدرس حيث الحكم تمهيدا للبعض، وصدر بيان المجلس القومي للمراه دعما لهذه السيده، وده انتصار للمراه المصريه وانتصار للعداله. يعني انا مش بتكلم بس كمان على المجلس القومي لحقوق المراه، بتكلم على المجلس القومي لحقوق الانسان، بتكلم على الدوله، بتكلم على رئاسه الامور مجلس الامور الوزراء، بتكلم على يعني السيد الرئيس اللي اعتذر لها قبل كده. انا مش عارف برضو واقعه يعني اعتذار الرئيس الم يستند اليها القاضي؟ يعني هو الرئيس كان بيعتذر على وهم، يعني الوقائع الماديه ظاهره ومعلنه، واعتذار الرئيس يؤكد ان هذه السيده قد يعني أهينت في كرامتها وفي عرضها وهتك عرضها. أعتقد أن لا يمكن بحال الأحوال أن تسير الأمور كما هو كان عليه أمس، وإنما يعني الأمور تسير إلى الطعن الماضي على هذا الحكم يعني. نتمنى ذلك. أنا بشكر جدا حضرتك، وبشكل أو بآخر كمان دورك الفعال في القضية القبطية تبنيك لكثير من القضايا حتى لو خارج القاهرة، علشان يعني بشكل أو بآخر نرفع الظلم والمعاناة التي يعانيها إخواتنا الأقباط في مصر. شكرا لحضرتك معالي شكرا. المستشار نجيب جبرائيل رئيس المركز المصري لحقوق الإنسان. طيب، لا يخفى علينا الأوضاع التي تزداد سوءا في نواحي كثيرة في العالم، تحديدا مصر وأمريكا، الخاصة بجائحة الفيروس التاجي كورونا الذي ما زلنا نعاني منه وفي أشد وفي وهجة المرحلة أو الموجة الثانية منه. تحدثنا الوضع الصحي في أمريكا تحديدا ولاية كاليفورنيا الحلقة الماضية مع أحد الدكاترة البشريين في كاليفورنيا، والنهاردة لازم نلجأ إلى أحد المتخصصين في مجال الأدوية واللقاحات في مصر للتحدث على المستجدات الأخيرة في كورونا فيروس والأمصال أو اللقاحات التي بدأت تظهر جليا للناس في مصر، ولكن ما زالت أعداد الإصابات والوفيات في مصر في تصاعد بشكل مش طبيعي. ناس بتتحدث عن اللقاح الصيني اللي تم استيراده من مصر عن طريق الإمارات، وبشكل أو بآخر الناس حتى الآن ما لمستوش، ما بيعطاش في المستشفيات، يعني مش موجود واقعيا على الأرض على الأرض المصرية. يعني الناس سمعت عنه أنه هو جه وتم استيراده، لكن جدولته في العلاج الموجود في المستشفيات لسه ما حدش لمسه، برغم أن السيسي صرح أن سيمنح هذا اللقاح مجانا للمواطنين. لذلك للتعليق على هذه الأخبار معنا دكتور جورج عطلة،
هو عضو بمجلس نقابة صيادلة مصر وأيضا عضو بالمكتب التنفيذي لاتحاد الصيادلة العرب. مساء الخير يا دكتور جورج. مساء الخير أستاذ فايد، إزي حضرتك؟ أهلا بيك. طبعا يعني لا يفقه أحد وهناك حاكم في المدينة، أنتم أصحاب الشأن ونقابة صيادلة مصر هي الأقرب على مدى فعالية وتأثير هذا اللقاح الصادر أو الذي تم استيراده من الصين، هو اسمه سينو فارم. سينو فارم ده الاسم الصحيح ليه؟ بالضبط. اه تمام. طيب كلمني بقى عن اللقاح دوت، وهل فعلا بدأ يعني جدولته في العلاج بالمستشفيات، او بدأ التصريح به ك ك ك ك كلقاح او كمصل رسمي لمواجهة فيروس كورونا مصر، ولا لسه هناك اجراءات ادارية او روتينية تعجز عن ذلك في الوقت الحالي؟ طيب في البداية أستاذ فادي، كل سنة وحضرتك طيب طبعا، ومبروك التكريم لحضرتك، وإن شاء الله دايما من تقدم لتقدم، وإحنا بنفخر بمعرفتنا بحضرتك. العافية يا دكتور، شكرا. في البداية طبعا حضرتك، في ناس كتيرة بتتكلم على إن المصل الصيني، بعد كده في ناس تانية بتقول اللقاح الصيني. لا، الموضوع مختلف تماما، المصل غير اللقاح. تمام؟ تمام. حابب أوضح بس في دقيقة سريعة كده إن اللقاح ده عبارة عن الفيروسات الميتة أو الفيروسات الضعيفة أو جزء من الفيروسات أو الـ RNA بتاع الفيروس، بحقنه جوه جسم الإنسان عشان الأجسام المضادة اللي جوه الجسم دي تشتغل وتكون مناعة داخل الجسم ضد هذا الفيروس. ده بياخد من أسبوع لثلاث أسابيع، وبيستمر داخل جسم الإنسان لمدة سنة، اتنين، تلاتة، ممكن مدى الحياة زي مثلا التطعيم بتاع عشرة الأطفال بيفضل مدى الحياة. وبيستخدم في الوقاية، يعني أنا بمنع من حدوث المرض. تمام. المصل عكس ذلك، المصل اسمه أنتي سيرم، بمعنى إن في حاجة بديها الكائن خارجي، حيوان بديله مثلا سم العقرب، فهو بيكون أجسام مضادة ضد هذا السم. فأنا باخد الأجسام المضادة دي من مثلا الحصان وأخزنها عندي، بحيث لو إنسان تعرض للدغة عقرب بديله المصل ده على طول، بتبقى نتيجته سريعة وهو منقذ ويستخدم في العلاج. ده كويس أوي توضيح ده يا دكتور. تمام. المصل الصيني والمصل اللي معمول في أكتر من دولة، المصل الروسي والمصل الامريكي والمصل الانجليزي والمصل الامريكي. انا عايز بس انوه ان المصل الامريكي، احنا عندنا مصلين في امريكا رسميا، هو المصل الصادر من فايزر وده اعتمد من الاف دي اي، والمصل المصل الذي صدر من شركه موديرنا الامريكيه، وده تاثيره بيقول لك يصل الى نسبه 100% نجاح، ودوت بشكل او باخر امبارح او اول امبارح وافقت الاف دي اي، امبارح وافقت الاف دي اي على العمل بيه، ويمكن دوت بانطباعات كثيرين يعني مدي كده نوع من انواع الهدوء، لان احنا بشكل او باخر يعني برضو بنصارع الوقت، لان نسبه الاصابات في امريكا، الاصابات والوفيات في امريكا متجاوزه اي اعداد في العالم كله، فالناس بتصارع الوقت من اجل ايجاد هذا المصل الذي يوقف الحد او قطار الاستنزاف البشري لفيروس كورونا في حصد ارواح. اتفضل يا دكتور، كمل حضرتك. طيب اول حضرتك يا استاذ كريم، الاف دي اي الموافقات اللي صدرت عن كل اللقاحات او الامصال في جائحه كورونا هي موافقات استثنائيه. تمام. ومحطوطه تحت بين قوسين كده الحاله الطارئه، لان المصل علميا ما بيخرجش قبل على الاقل خالص من 60 ل 72 شهر. او اللقاح ما بيخرجش قبل من 62 ل 72 شهر، يعني من 5 ل 6 سنين. كويس. لكن احنا في ظروف جائحه كورونا، ففي جزء من الخطوات، يعني مثلا في اجراءات ممكن تتعمل في سنه اتضغطت عشان تتعمل في 3 شهور. دي نقطه. النقطه الثانيه، مفيش حاجه في العلم اسمها 100%. ال 100% دي في العلم مش موجوده. تمام. ليه؟ لان ممكن واحد من ال 100 مليون دول اللقاح ده يعمل له مشكله، او يعمل له الرجي معينه، او يعمل له حاله مرضيه مش هنتكلم في تفاصيل، اعراض جانبيه تقصد حضرتك؟
بالظبط اعراض جانبيه، لا وتعمل له حاله مرضيه، يعني ممكن تعمل له مشكله. لازم نبقى متفقين كده، مفيش حاجه في الدنيا اسمها 100% في الدواء. تمام. تمام؟ النقطه المهمه اللي احنا عايزين نوضحها ان احنا عندنا اربع لقاحات كبيره، لقاحين امريكا واكسفورد وروسيا والصين. تمام. لازم نبقى فاهمين ان في جزء من بزنس الدواء بيخضع لبزنس السياسه او بيخضع للاجراءات السياسيه. يعني حضرتك مثلا روسيا بتطعن بالمصل بتاعها بقى له اكثر من شهرين، الصين طعمت عدد كبير جدا، وامريكا ابتدت في التطعيم. خلي بال حضرتك مفيش دوله في العالم هتقدر تعمل ماسك يغطي كل سكان العالم. فلازم احنا كلنا نتعاون، يعني انا هاخد جزء من امريكا وجزء من انجلترا وجزء من الصين وجزء من روسيا وجزء من مصر لو طلعت لقاح، وجزء من مثلا اوروبا لو الموضوع لازم يبقى كده. دي اول حاجه. تاني حاجه اعتقد يا دكتور، اعتقد دوت لان الفيروس نفسه بياخد اشكال مختلفه في دول، يعني مثلا يعني لما دخل ايطاليا اتحد بالسارس فتأثيره بالضبط يختلف عن اللي موجود في مصر اللي هو يمكن أشبه بالفلو، يمكن تأثيره بالضبط يختلف عن أمريكا اللي بتبقى فيها انتشارات أكتر. يعني أنا أقصد هو الفيروس اسمه كوفيد 19 بس بياخد أشكال ويعني لا هو أكتر من استرين، هو حتى الآن من 8 أو 9 استرين، يعني من 8 9 سلالات. عشان كده الدكاترة في مصر صرحوا إن الأعراض اللي بيجي لهم حاليا في الموجة الثانية تختلف تماما عن الأعراض اللي كانت بتجي لهم في بداية الجائحة في شهر مارس. بالظبط. فده ده ده بشكل أو بآخر تنوع لشكل الفيروس أو جزيئات الفيروس، وده طبعا يختلف في المعالجة بتاعتهم ما بين مصل وآخر. حضرتك انا دلوقتي لما باجي استخدم علاج معين او لقاح معين في دوله معينه لازم اخد بالي من ثلاث اربع عوامل. العامل الاول، هل اللقاح بينفع مع الجنس ده؟ يعني الجنس الافريقي غير العربي غير الشرق اسيوي غير الاوروبي غير اللاتيني. دي نقطه مهمه جدا. اغلب اللقاحات ما غطتش كل ده، ليه؟ لضغط الوقت. دي نمره واحد. نمره اثنين، هنقول لقاح فايزر متميز جدا، عنده مشكله في النقل ان هو لازم يحفظ تحت درجه ماينس 70. طب حضرتك لو انت عايز توديه افريقيا او توديه شرق اسيا هل هتقدر توفر ده؟ دي نقطه. النقطه الثانيه، هو بياخد جزء من الار ان ايه اللي هي داخل جوه الفيروس بتقنيه معينه بيشتغل بيها. برضو التقنيه دي ما بقالهاش كتير في الوسط الطبي، فبرضو الناس مش مطمنة لها قوي عن الطريقة التقليدية اللي معمول بيها المصل الصيني أو الروسي. Yeah. تمام؟ الحاجة الثانية، قال لك المصل الصيني مثلا درجة نسبة النجاح بتاعته 86%. يعني إيه حضرتك نجاحه 86% أو 90% أو 95% أو 100%؟ نجاحه يعني الإنسان اللي بياخد المصل ده بيتعرض للفيروس ما بيحصلوش عدوى، او ما بيدخلش الفيروس جواه يتكاثر ويعمل الاعراض اللي احنا بنشوفها في حالات الكورونا. لكن ممكن يدخل عنده ويبتدي الجسم يقاومه لان خلاص هو كان مكون اجسام مضاده، بس في الفتره دي الانسان ده عنده الفيروس وممكن يبقى ناقل او معدي لحد تاني، لكن هو ما ظهرتش عليه الاعراض. ده اللي هو نسبه النجاح بتاعته. طيب ال 85% دي نسبة النجاح، ال 15% دي ايه بقى؟ هل فشل؟ لا مش فشل. هو ممكن يجي لك فيروس كورونا ويدخل جوه الجسم ويتكاثر بس بأعراض أقل كتير جدا لو أنت مش واخد المصل. بمعنى إن هما بيقولوا من ال 15 أو ال 10% اللي هي باقي ال 85 أو ال 90% نسبة النجاح، إن الحالات بتبقى لا ترتقي إلى الدرجة المتوسطة. اللي هي بقى زرقان في اللون، درجه من الاسهال، ضيق في التنفس، الاكسجين ممكن ينزل يوصل 95 او 90. الحالات اللي هي اندر كنترول، ما بنوصلش للحالات المرعبه. طيب الحاجه الثانيه ودي الاهم، اتفضل. احنا لازم نشتغل بالمتاح الان. حضرتك بتقول لي الاعداد في امريكا مرعبه. عارف ليه حضرتك الاعداد في امريكا مرعبه؟ لإن أمريكا بتعمل عدد
غير طبيعة فالكوفيد الفتحات تيست. العشوائية يوميا. يا مظبوط، مصر مش كده، تمام مصر للناس بس حبيب؟ بتظهر عندها اعراض. لا مش كده برضه حضرتك، انا ممكن يظهر عندي اعراض واحجز نفسي في البيت وابتدي اخد بروتوكول العلاج او عن طريق الطبيب الشخصي او الصيدلي، فانا اوريدي مش بتعدي في الناس دي. ايوه مش ظاهر. الناس اللي بتتعدي اللي هو عنده اعراض وحس ان هو خلاص تعب وبيروح المستشفى يعمل المسحه والمسحه تطلع ايجابيه ويبتدي يدخل العزل ويتحجز، ده اللي معدود. لكن اللي مش معدود ان انا جات لي اعراض، انا عزلت نفسي في البيت، انا خدت علاج، انا رحت المستشفى وما عملتش المسحه. اصل حضرتك لو انا رحت المستشفى وعندي الاعراض وما عملتش المسحه، عمره ما هيعدني في المصابين. ده مظبوط. لازم التعداد ده بناء على مسحه ايجابيه. فاحنا مش بنقول برضو ان في تقصير، لا، احنا عندنا برضو الامور تحت السيطره، بس مش بالصوره الورديه او الصوره البسيطه اللي الناس شايفاها. لا، الناس لازم تحذر تماما. الحالة بتزداد سوء، كيرف الإصابات بيعلى. النقطة الأهم من كده إن مش معنى اللي أنت جات لك قبل كده إن هي ما ما جالكش تجيلكش تاني، تاني. ده ليه؟ مظبوط. لأن حتى في اللقاح الصيني أو الأمريكي ما ادكش فترة جارانتي أو فترة ضمانة تقول اللي أنت تقعد فترة قد كده ما تجيلكش كورونا، بدليل أنت بيديك المصل وبعد اسبوعين او 3 اسابيع بيديك جرعه ثانيه. ليه؟ عشان يزود عدد الاجسام المضاده جوه جسم حضرتك. طيب انا لو جات لي كورونا السنه اللي فاتت في شهر 6، طب انا دلوقتي في شهر 12، يعني انا عدى عليا 6 شهور، طب الاجسام المضاده موجوده؟ اه موجوده، بس ممكن مش بالقوه او بالعدد اللي الكافي بدأت اللي بيها. يحميك، Yeah. وممكن تحميك، بس انا ما سيبش نفسي لفرصه التعرض ثاني. ليه؟ انا مش ضامن الاعراض ايه. ممكن صديقي او صاحبي او ابني او زوجي او زوجتي او والدي يجيله المرض ويخف، انا ممكن يجيلي وادخل في اعراض تانية خالص وادخل في مشاكل صحية. مش بنضمن الحالة راحة فين. ناس كبيرة في السن بتخف وناس شباب بيحصل لها مشاكل وبيتوفاها الله او بتدخل في مشاكل كبيره. فلو سمحت انا دايما بقول كلمه بحب اقولها لكل الناس، تعامل مع كل الناس على انك انت مريض وخايف تعديهم او انهم كلهم مرضى مرضى، وخايف وحافظ تتعدي على منهم. نفسك اللي انت هتحافظ على نفسك. انا فعلا متفق مع حضرتك في النصيحه دي يا دكتور، واتمنى ان شاء الله يكون خير برغم حتى بعض الاعراض الجانبيه اللي وزيره الصحه نفسها بتقول ان هي تطوعت وخدت المصل الصيني سينوفارم، وبعض الاعراض، بعض الاعراض منها مثلا ان مكان الحقنه بيبقى بيوجع لمده يوم، وان بعض الاعراض لبعض الاشخاص بتظهر من خلال العصب السابع وشده، وبعض الاعراض عند ناس تانية في سخونه زياده بتصل الى 40 درجه مئويه. لكن كل الاعراض ديت اللي هي بيتحدثوا فيها دي بتاخد في فتره من 3 ل 4 ايام، ثم بيعود الانسان لطبيعته مع الاحتفاظ بالاجسام المضاده اللي خدها في المصل اللي حمايته من سواء العدوى او الاصابه، او حتى زي ما قال دكتور جورج الاصابه بشكل خطير. يعني ممكن تكون الانسان جواه بعض الفيروسات لكن ما تبقاش باعراض او بقوه او بخطر توصله لمرحله يعني بعد شهر تكون الوفاه او فشل في التنفس او غيره من الاعراض اللي ظهرت على الناس مؤخرا. في الختام انا بشكرك جدا يا دكتور جورج على هذه التوضيحات، وان شاء الله يكون في خير حتى تستقبل مصر شحنات من فايزر او موديرنا تكون تاثيرها اقوى شويه من الفيروس الصيني، سوري، من المصل الصيني اللي هو بيصل لنسبه نجاح 86%. احنا بنتكلم على 95% لشركه فايزر و100% لشركه موديرنا، فبشكل او باخر اذا تم يعني اضافتهم للعلاج او جدول العلاجي في مصر بجانب المصل الصيني، ده يكون افضل للقضاء تماما والانتهاء من هذا الفيروس او هذا الكابوس الذي صرحت منظمه الصحه العالميه انه ربما سيكون اخر يوم له 21 مارس 2021. شكرا جدا دكتور جورج عطله، عضو مجلس نقابه صيادله مصر وايضا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد صيادله العرب. طبعا احنا مقبلين على اعياد الميلاد بعد اسابيع قليله، وحتى الان الكنيسه لم تتفق على أين سيقام قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. منذ سنوات طويلة كان يقام قداس عيد الميلاد
داخل أروقة الكاتدرائية المرقوصية بالعباسية. ومنذ زمن قريب بدأت الكنيسة تقيم القداسات في كاتدرائية ميلاد المسيح داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وحاليا يدرس سيناريو، عشان ما يقولش اللي فادي قال، يدرس سيناريو إقامة قداس عيد الميلاد داخل أروقة دير الأنبا بشوي وفقا لأسباب جائحة كورونا. وكان المعتاد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر أن يأتي إلى الكاتدرائية سواء في العباسية أو في العاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الأقباط في قداس عيد الميلاد فقط، بس قداس عيد الميلاد. ولكن دير الأنبا بشوي وضعه ربما مختلف لأن هذا دير. فالسيناريوهات كلها معروضة وعايزين نعرف تفاصيل أكتر، فجبنا أحد المقربين من المقر البباوي وهو أيضا بدوره الصحفي يتقصى الحقائق كثيرا وبخاصة الشأن القبطي ليعلمنا مدى حقيقة هذه السيناريوهات المطروحة وما هو الأقرب منها إلى تنفيذه. معنا الكاتب والصحفي الكبير أستاذ مايكل عادل، نائب رئيس تحرير جريدة روزا اليوسف. مساء الخير يا أستاذ مايكل. مساء الخير يا أستاذ فادي، إزيك؟ نشكر ربنا. أهلا بيك وأهلا بالمشاهدين. أهلا بيك يا أستاذ مايكل. أنا عايز أدرس معاك ثلاث سيناريوهات، ولو في سيناريو رابع كمان خلينا نعرضه للمشاهدين. أين سيقام قداس عيد الميلاد القادم؟ هل في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بعد الانتهاء منها وتدشينها؟ ولا في العاصمة الإدارية الجديدة كاتدرائية ميلاد المسيح؟ أم في دير الأنبا بشوي؟ أم في مكان آخر؟ خلينا في البداية نعرف ونبقى واثقين تماما إن الكنيسة بتراقب دلوقتي الوضع الصحي ومن ثم طبعا تتخذ القرارات في الوقت المناسب على ضوء هذه المراقبة. طبعا اللي هي ممكن تختلف ما بين يوم وليلة يعني. بالضبط كده. جاءت لو طبعا جاءت إجراءات الكنيسة الأخيرة بتعليق الخدمات والأنشطة بعد وفاة عدد من الكهنة والرهبان والشمامسة بشكل ملحوظ. نعم. يعني لو تفتكر طبعا 6 كهنة في 48 ساعة ده أمر مقلق وصعب للغاية بالنسبة للكنيسة. ده مظبوط. خلينا دلوقتي أكلمك على احتفالات رأس السنة. بالنسبة لاحتفالات رأس السنة في مصر ستكون بدون شعب، مش هتبقى فيها مصابين تماما. يعني على حد علمي ومعلومات الدقيقة ستقتصر على كهنة الكنيسة وخمسة شمامسة فقط. ده ليلة رأس السنة. تمام. ده في عموم كل مصر يا أستاذ مايكل ولا في إبراشيات معينة؟ هو أغلبها ليلة رأس السنة. أعتقد بالنسبة للإبراشيات في الكرازة المرقوصية قداسة البابا تودروس الثاني هيعطي لكل مطران أو أسقف حرية في اتخاذ القرار المناسب لرعاياه. يعني مثلا في أسقف في بعض المحافظات التي لا يوجد بها إصابات كثيرة ممكن يعمل قداس العيد بنسبة مثلا 25% أو بعدد محدود. لكن أنا هقول لك المعلومة اللي عندي وأنا كتبتها من 10 أيام ولدرجة إن في ناس ما صدقتنيش. يعني عندي معلومة إن قداسة البابا بيفكر جديا في إقامة صلاة قداس العيد في دير الأنبا بشوي بوادي النطرون، ولكن ده مجرد تفكير بابوي لا أكثر. الأيام اللي جاية هيبان القرار المناسب ليه. إحنا قدامنا 3 سيناريوهات يا أستاذ فادي. السيناريو الأول إن ممكن يتم قداس عيد الميلاد في العاصمة الإدارية الجديدة مع مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين، بحيث يتم التجمع الساعة 2 الظهر حسب اتفاق مناطق التجمع اللي بتستخدمها الكنيسة بأتوبيسات خاصة، وتنظيم دخول حاملي دعوات كبار الزوار من بوابة واحد. طبعا الكاتدرائية ميلاد المسيح بتسيع حوالي 7000 مدعو، لكن هم ما بيفكروا يوصل لحد اقصى تقدير 2000 او 1500 مع احتفاظ بمسافات البعد الاجتماعي، يعني مثلا على كل دكه شخص او 2. بالظبط كده. ده السيناريو الاول. السيناريو الثاني ان يتم الاحتفال بعيد الميلاد في الكاتدرائيه المرقسيه بالعباسيه،
وفي المناسبات خارج اطار كورونا فالكاتدرائيه بتستطيع احتواء يعني الكاتدرائيه المرقسيه بتحتوي 5000 مصلي. فلو الكنيسه طبقت الاجراءات الاحترازيه مشدده مع حضور 25% يبقى تقريبا هيحضر 1000 او 1000 ونص مع تخصيص عدد من الابواب لدخول وخروج مع كبار الزوار والاعلاميين والشعب. تمام. في سيناريو ثالث وهو انا في وجهه نظري هو مستبعد، السيناريو مستبعد لا قدر الله لا قدر الله لو الموجه والجائحه اشتدت قوي يتم الغاء احتفال بعيد الميلاد وده امر مستبعد. لا ما اعتقدش يعني حتى لو اقامته يعني بعدد قليل جدا زي قداسة البابا وبعض الاساقفه اعتقد هيقام لكن فكره الاعداد هي الاعداد هي اللي هيبقى فيها كلام، لكن اكيد سيقام ده قداس عيد ميلاد يعني، لكن الغاء ده امر صعب. هيقام الاعداد هو اعتقد خلال نهايه الشهر هيكون في اتخاذ قرار مناسب. هم دلوقتي هم بيراقبوا الوضع الصحي وفي متابعه، الكنيسه بتتابع جيدا مع وزاره الصحه بتتابع الاخبار وبتشوف امكانيه الوضع الصحي بالنسبه لان الكنيسه في الاخر يا فادي بتخاف على رعاياها بتخاف على الناس، يعني مش مجرد انا عشان احتفل بعيد الميلاد اقول يا جماعه تعالوا وصلوا قداس العيد ونكتشف بعد كده ممكن يكون في اصابات محدش عارف عنده كورونا بس ما عندوش اعراض في خطوره هنا. لا هو طبعا يا استاذ مايكل لو في اعداد الكاتدرائيه 5000 واعداد مجيء المسيح كاتدرائيه مجيء المسيح 8000 فاكيد اكيد هيكون في اصابه يعني ولو حتى بنسبه فرد قادر ان هو يعطي عدد كبير فيعني مش مستبعد. لو الاجراءات يا استاذ شادي لو الاجراءات الاحترازيه تمت بشكل دقيق في العاصمه الاداريه ممكن، لا لو ما فيش سلامات بقى لو ناس ما تتقابلش مع بعض في حدود، لكن انا المعلومه اللي عندي لغايه هذه اللحظه وانا بكلمك في تفكير قوي لدى قداسة الباب او القيادات الكنسيه ان القداس عيد الميلاد هيبقى في دير امداد شوي بوادي النطرون وهيتم اذاعته عبر القنوات الفضائيه المسيحيه بالاضافه الى القنوات المصريه. طيب من مراسم الاعياد الخاصة بقداس عيد الميلاد تحديدا والمعتاد عليه منذ سنوات يمكن حوالي 7 سنين زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكاتدرائية ليلة العيد. مدى قبول الفكرة، مدى إمكانية فعلا التجهيز لاستقبال الرئيس، هل هينفع أساسا في هذه الظروف أن الكاتدرائية تستقبل الرئيس بالموقف بتاعه ولا هيكون في تحفظ نفسه من الرئيس علشان برضه انتشار العدوى؟ يعني ايه السيناريو في احتماليه وجود رئيس ام عدمه في قداس عيد الميلاد امر معتاد عليه منذ ان تولى حكم مصر؟ انا حابب اقول لك حاجه يا استاذ فادي، توقع اي شيء من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني ممكن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلاقيه راح دير الانبا بشوي بوادي النطرون. لا ده اللي مستبعد جدا ده بقى، يعني ده اللي مستبعد جدا. بس مستبعد امنيا لكن ما تتوقعش، ممكن تتوقع ان هو يروح، ما فيش قرار حتمي يقول لك لا الرئيس السيسي مش هيروح الدير، او مثلا الرئيس السيسي ممكن يروح يعيد على قداسة البابا تاني يوم العيد. اعتقدش ان انا وانا دارس لتاريخ الكنيسه ان في العصر الحديث منذ ان تولى محمد علي حكم مصر يعني حتى الان لا يوجد حاكم او رئيس قدم الى احد الاديرة لزيارتها يعني، فعشان كده بقول لك الامر مستبعد تاريخيا ومنطقيا. الرئيس السيسي كان اول رئيس مصري يحضر قداس عيد الميلاد. نعم. فمش يعني قد ممكن يعمل حركه ثانيه. طيب كل شيء جايز بالذات يعني في الظروف اللي احنا فيها كل شيء مش مستبعد احتماليه حدوثه او يكتفي الرئيس قد يكتفي باتصال هاتفي يعني او ممكن يقوم بزياره قداسة البابا قبل عيد الميلاد او بعد عيد الميلاد، كل شيء جايز وارد لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس استاذ فادي انا عندي تخوفات من حاجه. اتفضل. بعض الكنائس هتقول مثلا الحضور بنسبة 25%. نعم. خلينا أبقى صريح معاك هنا في البرنامج بتاعك وأقول لك إيه معايير اختيار المصلين؟ هل هيكون بأسبقية الحجز؟ ولا هيبقى في معايير تانية؟ يعني تخوفاتي
تخوفات يا استاذ فادي، ممكن اللي مش هيقدر يحضر القداس العيد هيقول اشمعنى، او على اي اساس فلان راح حضر القداس العيد وانا لا. يعني معظم طبعا كل الناس حابه تستقبل عيد الميلاد جوه الكنيسه، لكن لما الاقي مثلا انا مش ما حضرتش وغيري حضر، فيحصل هنا إشكالية. جزء من اشكاليه، مش اشكاليه مع كهنه الكنيسه او مع اسقف الكنيسه او اسقف الباشيه، هيقولوا اشمعنى. فانا هنا متخوف من فكره ان حضور 25% هيتم ازاي. هو انا اعتقد ان من كل اسره فرد، ده شيء مبدئي. تاني حاجه، الفرد دوت لازم يكون لا يعاني من اي اعراض او سخونه او غيره، وده طبعا بنتشك. هتعرف منين يا استاذ؟ ما هو الوضع 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 دلوقتي ان دايما وبعدين ما فيش قرار لغايه هذه اللحظه، ما فيش قرار لهذه اللحظه. يعني هي دي في قرار مسألة وقت يا أستاذ مايكل، بس أنا بتكلم إن يتم فحص أي شخص بداخل الكنيسة. إحنا عندنا هنا في أمريكا في التمبريتشر تشيك لأي شخص داخل، بتشوف درجة حرارته ما دام تحت ال 104 أوكي ال 100.4 بيبقى مقبول. لكن أنا بدي احتمالية، بس بدي احتمالية ان لو احنا بالكباستي 25%، فانا بحط السيناريو ان يتاخد من كل اسره يختار فرد واحد وليس الاسره كامله. وتاني حاجه، اعتقد برضو من وجهه نظري ان الكنائس على حسب الاصابات اللي فيها هتحط الحواجز او المسافات او القواعد. في ناس بتحط شريطه صفراء ما بين كرسي وكرسي، يعني هتكون في مساحه جوه الكنيسه بتسمح فيها ان ما يكونش في اي تقارب ويكون في التزام بالاحتياطات الاحترازيه. الكنيسه لغايه هذه اللحظه كانت بتعمل الاجراءات دي، وعلى الرغم من هذه الاجراءات تنيح خمس ست كهنه 48 ساعه. للاسف. طيب سؤالي الاخير، الكنيسه ما دي مساله وقت هي اللي تحكمنا. طيب سؤالي الاخير ليك يا استاذ مايكل، سؤال الاخير لحضرتك. طبعا ما اعتقد يعني من ضمن الاحتياطات الاحترازيه ان هيلغى تهنئة البابا باليد. طبعا ده احنا معتادين عليه برضو، بعد العزة بيستقبل البابا المهنئين ويسلم عليهم، فأعتقد يتم إلغائها. لكن برضو أعتقد عشان بس يبقى الناس اللي هتروح وحاطة في حسبانها أن العيد السنة دي زي أي عيد، زي ما احنا كنا بنعمل زمان ونروح الكاتدرائية في المقر البابوي صباح يوم العيد نهنئ البابا ونتقابل مع الاباء الاحبار مطارنا واساقفه، اعتقد ده امر برضه هيتم الغائه السنه دي في نقطه استقبال المهنئين يوم العيد صباحا. بالنسبه يا استاذ فادي، بالنسبه لسلام قداسه البابا للمهنئين، ده مش هيتم، لان اخر مقابله ليا مع قداسه البابا كانت من كذا يوم. هو بيبقى بعيد، هو بيسلم عليك من بعيد، ما بيميت يعني، ما فيش، هو رافض فكره انه حد يسلم بالايد خوفا عليه وخوفا على قدس الباب وخوفا على اسقف. يعني اعتقد موضوع السلامات ده هيتلغي السنه دي، ما اعتقدش يعني انه هيبقى فيه سلامات. لكن حابب اقول لك كل المؤشرات تفيد ان الموجه الثانيه في مصر لن تنتهي الا نهايه شهر يناير. احنا بقى احنا لسه في الموجه الثانيه، فمما هيؤدي الى تضييق الصلوات والطقوس في الكنائس. اعتقد القرار النهائي سيصدر خلال الايام المقبله، نهايه الشهر بحد اقصى او بدايه السنه الجديده. ونصلي الى الله ان يرفع عن العالم الوباء والامراض وتعود الحياه الى طبيعتها، وخاصه هنا في مصر يا استاذ. امين. انا بشكرك جدا لعرض هذه السيناريوهات اللي محتمل واحده منهم تكون الاقرب الى الواقع، ده هيتوضح لينا خلال الأيام القادمة. وأيضا أنا كنت في حديث مع أبونا بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة أمس، وقال لي فعلا حتى تمام. الآن لم يتخذ القرار النهائي. هناك نعم تلك السيناريوهات التي عرضتها عليه وعرضتها على حضرتك من دقائق، لكن حتى الآن لم يتخذ القرار، ولكن وفقا لآخر المستجدات الخاصة بالجائحة أعتقد ده هيكون بعد ليلة رأس سنة هيتاخد فعلا الشكل النهائي لقرار إقامة قداس عيد الميلاد، سواء في كاتدرائية بالعباسية قبل القداس بأسبوع أعتقد، أو مجيء المسيح بالعاصمة الإدارية أو دير الأنبا بشوي، أو ربما مكان آخر. شكرا جدا الكاتب والصحفي مايكل عادل، ومايكل يمكن لباع طويل في العمل بالملف القبطي، وهو الآن نائب رئيس جريدة روزا اليوسف. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ فادي، وكل سنة وأنت طيب. وحضرتك بخير. عرضت امبارح على صفحتي الشخصية وتناولته مواقع إلكترونية كثيرة ما تم رصده من أحد الأمهات. أرسلت لي نصا كده في كتاب سلاح التلميذ للصف الخامس الابتدائي، معلومة
مزيفة. نحن تحدثنا كثيرا أن التاريخ القبطي مرصود بالتشويه والتزوير والتزييف المتعمد من قبل التعليم في مصر. أنا شخصيا لما كنت بدرس وأنا صغير في ابتدائي وإعدادي بدأت الدراسات الاجتماعية تحديدا، كنت بلاقي معلومات جمة عن أقباط مصر كاذبة، منها أن الأقباط رحبوا بالغزو العربي لمصر، وهذا لم يحدث. هذا لم يحدث. يوحنا النقيوسي أسقف نقيوس قال صراحة أن الأقباط في مصر تعرضوا إلى غزو دموي من قبل عمرو بن العاص وجماعته في اقتحام مصر، ودفع الأقباط بالذات الوجه البحري اللي هو من أول الدلتا لحد بني سويف إلى كم من الإبادة وكم من إهراقة الدماء وكم من الإذلال بالجزية علشان يدخلوا إلى الإسلام أو يقبلوا بدخول الإسلام لمصر. عشان كده نلاقي حتى الآن أعداد الأقباط في الوجه البحري أقل بكتير جدا من أعداد الأقباط في الوجه الإبلي، لأن غزوة عمرو بن العاص ما قدرتش تستكمل قوتها إلى الوجه الإبلي في مصر، واكتفت فقط بالوجه البحري. ومع مرور الزمن والحكام والسلاطين والولاة والمماليك ويعني مرينا بقى بالفاطميين والأمويين والعباسيين، وكل دول بدأوا بمراحل وقتية يغزوا الصعيد ويوجدوا حالة من التأثير. لكن حتى الآن وإحنا سنة 2020 عدد واضح جدا أن عدد الأقباط في الصعيد ابتداء من بني سويف حتى أقصى الصعيد كومومبو مثلا أسوان أو ما بعدها أعدادهم أكثر بكثير من أقباط الوجه البحري. ده كان تأثير من بداية الغزو الإسلامي سنة 641 ميلادية. فشوه التاريخ القبطي بالكثير والكثير من التزييف من قبل التعليم الحالة المصرية اللي كانت بتحاول أن هي إما تطمس أو تخفي أو تزور حقيقة التاريخ الأقباط في مصر. واستمرارا لذلك التعليم في مصر وكتاب خمسة ابتدائي والذي بني عليه كتاب سلاحة الميز قال لك إيه؟ أقبل المصريون على اعتناق الدين المسيحي ليتخلصوا من ظلم الرومان. أليس جهلا أكثر من هذا؟ الرومان في مصر ما قبل بلاد المسيح والعصر الروماني ثم ما لحقه من العصر البيزنطي امتد في مصر لسنوات طويلة، وكان يعاني الأقباط في مصر من الاضطهاد الروماني على أمثلة مثلا عصر الاستشهاد الأنبي ديقلديانوس أو نيرون في روما أيام الرسل، أو مثلا يعني ماكسيموس وغيره من الحكام أو من الإمبراطوريين الرومانيين اللي اضطهدوا الأقباط على مدار من الزمان. ولكن الأقباط لم يعط أو المصريين في مصر يعني لم يعتنقوا المسيحية من أجل الاضطهاد الروماني، بالعكس ده ثبتوا على الإيمان المسيحي من هذا الاضطهاد. أمال ما هو السبب في إيمان المصريين بالمسيحية؟ مرقس الرسول، تعاليم وقواعد ومبادئ المسيحية التي قام بنشرها مرقس الرسول بدءا من الإسكافي إنيانوس وأسرته ومرورا بتشعب بقى هذه التعليم. لم يعتمد الأقباط أبدا أو المسيحيين عموما على فرض السلاح أو فرض الجزية أو فرض القوة أو فرض العدد أو فرض العتاد من أجل نشر تعليم المسيحية، والعالم والتاريخ يشهد بذلك حتى لو حاول البعض طمس أو إخفاء ذلك. الأقباط في مصر آمنوا أو المصريين آمنوا بالمسيحية وصاروا أقباطا بناء على التعاليم السماوية التي منحها المسيح والموجودة في العهد الجديد لتلاميذه، وقال لهم اثمروا اكرزوا واثمروا واكثروا أو علموا اذهبوا واكرزوا بالإنجيل في كل الخليقة كلها. وذهب التلاميذ وذهب السبعين رسولا ومنهم مرقس الرسول، ودخل مرقس إلى الأسكندرية بنعال مقطوعة فتقابل مع إنيانوس الإسكافي، وهنا عندما دخل المخرز في يد إنيانوس وقال باسم الإله العظيم تعجب مرقس وقال له إله ماذا؟ أنتم مصريين يعني الفراعنة يعني تؤمنوا بآلهة وثنية؟ وهنا
أحس ماركوس الرسول أن الله يفتح له الطريق، وفعلا بدأ التبشير وبدأ التعليم، وثم رسم إنيانوس أسقفا ثم بطرقا بعد خليفة لماركوس، وانتشرت المسيحية إلى اليوم الذي أنا وأنتم نجلس فيه الآن بتعاليم سماوية لم نفرض فيها أي نوع من أنواع القوة بأي نوع من أنواع الأسلحة لنشر المسيحية. وبالعكس لم يعتنق المسيحيون والمصريون المسيحية في مصر بناء على ظلم الرومان، بالعكس ده تمسكوا بالإيمان في عصور الرومان، ومنها عصر دقلديانوس وعصر الاستشهاد العظيم وغيره من العصور. وقدم الأقباط في مصر أعداد مهولة جدا، لدرجة أنك لما تقرأ السنكسار مثلا تلاقي أعداد المسيحيين المصريين اللي استشهدوا في عصر الاستشهاد وما لاحقه أكتر بكتير جدا من عدد المسيحيين اللي في العالم كله. يعني احنا ربما مثلا عندنا مارجرجس هو يمكن مش مصري ويمكن ماري بؤطر، لكن عندنا دميانة ومريمينة وغيرهم من القديسين الشهداء، فلوباتير برضو كان مش مصري، لكن عندنا العديد والعديد من الشهداء مصريين الأصل ومعهم لباس الصليب، أنطونيوس والأمبابولا والأمبامكاريوس والكل والأمبابخوميوس، كل القائمة ديت أيضا مصريين الأصل. هل آمنوا بالمسيحية بناء على ظلم الرومان؟ بالعكس، آمنوا بالمسيحية بناء على التعليم السماوية، وجاء ظلم الرومان وجاء اضطهاد الرومان فتمسكوا بهذا الإيمان واستشهدوا على أساسه. فالسؤال بقى هنا اللي بناء على إيه كتب الدراسية في مصر وكتاب سلاح التلميذ يصدروا مثل هذه الأكاذيب؟ فجاء رد لهذه السيدة المحترمة من بعد ما نشرت المعلومة وبدأنا ننشرها على السوشيال ميديا من إدارة من طرف سلاح التلميذ، الإدارة بتاعتهم قالوا لهم إيه؟ لك منا خالص تحية، طلعنا ما تفضلت بنشره على صفحتك بموقع التواصل الاجتماعي وورد في سطر واحد من صفحة واحدة، يعني بيبرر يعني الموقف. من كتاب سلاح التلميذ في الدراسات الاجتماعية للصف الخامس الابتدائي أن المصريين قد أقبلوا إلى اعتناق المسيحية ليتخلصوا من ظلم الرومان. نود أن نشير إلى أن كتاب سلاح التلميذ في الصفحة رقم 144 قد أفاض في توضيح أن دعوة المسيح كانت لنشر التسامح والسلام والأخاء والمحبة وحب الله لبني الإنسان، بينما عانى المصريون تحت حكم الرومان من ظلم واضطهاد، فكان من الطبيعي أن يعتنقوا الديانة المسيحية. ليس هناك أي علاقة. أنت بتربط ما بين إيه وإيه وتجيب من شرق وغرب وتلبسهم في بعض وتفصل ليه في علماء إليك، أو لاحظ أن السطر دوت وتبعد عن الموضوع كله اللي أنت بتبرر كمقدمة ليها عن ما ذكرته من أكاذيب. فطبعا بيستكمل استرسالا في الأمر، والأمر طبعا في غايته مسيء إلى التعليم في مصر بالذات التعليم الابتدائي في نشر مثل هذه الأكاذيب. واتضح أن هذه فعلا المعلومة لم تكن واردة من كتاب سلاح التلميذ اختراعا، لكن كانت يسبقها ما ذكر في كتاب المدرسة. يا ريت ننشر الصورة من كتاب المدرسة اللي بيقول لك هم بس سلاح التلميذ إيه خدوا نص الآية وسابوا الباقي. كتاب المدرسة بيقول أقبل المصريون إلى اعتناق الدين المسيحي ليتخلصوا من ظلم الرومان ولأنه يدعو إلى التسامح والرحمة. لا، هو دين سماوي قيم، تعاليمه كلها سماوية راقية، هذا ما آمن به المصريين فأصبحوا مسيحيين. فعرض عليهم بعد ذلك إنكار الإيمان في عصر التشهد فرفضوا، ففضلوا على الإيمان. وعلى فكرة ظلم الرومان في الثلاث عقود اللي مر بها الأباط أو المسيحيين في مصر معهم أقل بكثير من ظلم الإسلاميون في مصر، من الاضطهاد الإسلامي في مصر اللي عانى منه الأباط 16 قرن من الزمان، ودفعوا أثمانه أضعاف أضعاف شهداء ودماء سالت بريئة حتى يومنا هذا في عصر الإسلام أضعاف مضاعفة من عصر الرومان. والتاريخ برضه هو اللي بيقول، التاريخ برضه هو اللي بيقول. طيب قبل أن نختم الحلقة عندنا بعض الأخبار الهامة. كان في طفل اسمه كرولوس في مركز أبو تشت شمال إنا تم خطفه من قبل الجماعة إجرامية، ولكن استطاعت الأجهزة الأمنية بإنا في استرجاعه في أقل من
24 ساعة، حيث تمكنت القوات الأمنية في مديرية أمن قنا بالتواصل إلى مكان اختطاف الطالب كورولوس جرجس، وتم وضع خطة محكمة وتضييق الخناق على الخاطفين. وكان قام مجهولون في نفس اليوم صباحا بخطف كرولوس عن طريق توك توك وهو بالصف الرابع الابتدائي أثناء ذهابه للمدرسة، واستطاعت في نفس اليوم القوات الأمنية أن تخلصه من الخاطفين وترجعه لأسرته. عشان كده بنقول إحنا دائما وأبدا مش في عداء مع الدولة، إحنا مش في عداء أساسا مع الدولة. إحنا لما يكون في شيء كويس بتقوم بالدولة ورئيس الدولة بنصفق لهم، ولما يكون في شيء سيء وفي ظلم وفي قهر وفي اضطهاد وفي استخدام سلطه بشكل غلط مع الاقباط بنعترض وبننتقد وبنقف حائل امام حدوث ذلك. لذلك نحن لم نمنح ولن نمنح لا التأييد المطلق ولا الاعتراض المطلق. في المواقف الجيده بنعطي تأييد، وفي المواقف السيئه بنعطي الاعتراض والانتقاد، وهذا هو عدل أو راحة الضمير الذي نتحدث به إليكم دائما. آخر خبر كان في حالة قبض من قبل شرطة نيويورك على أحد الأشخاص الذي أطلق النار على بعض المرة أمام كاتدرائية في منهاتن، حيث قالت شرطة مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية أنه مساء الأحد الماضي أطلقت نار من قبل مسلح، تسبب ذلك في إصابة بعض الأشخاص كانوا بالقرب من كاتدرائية منهاتن لحضور أمسية ترنيمية. أفاد شهود عيان بقيام هذا الشخص من خلال السلاح الذي يملكه بإطلاق النار على بشكل عشوائي على المرة، وهذا كان أمام درج أو سلالم يعني كاتدرائية القديس يوحنا في مدينة منهاتن أثناء مغادرة بعض الأشخاص من حضور هذه الأمسية الترنيمية. مع اقتراب أعياد الميلاد هناك تخوفات كثيرة، ولكن الأوضاع في نيويورك أو تحديدا في منهاتن الآن مستقرة. يعني بشكل أو بآخر نتمنى الدنيا تهدى والأمور تبقى سلامة، وتحديدا في مصر، لأن جات لي كثيرا من الاحتمالات أنه في ممكن يكون وجود أحداث إجرامية أو يعني أفعال إرهابية تحدث في مصر في القريب. طبعا أنا مش عايز أسترسل أو أخوض في تفاصيل هذه المعلومات التي الاحتمالات، بلاش المعلومات، الاحتمالات التي وردت لي عشان ما بقاش في اي رعب او تخوف لدى البعض. لكن في المجمل نحن نطلب مع نهايه هذا العام الصعب وبدايه عام جديد بامال وبطموحات وامنيات جديده ان يعم السلام في العالم كله. انا بتمنى كمان لكل الساده المشاهدين وغير المشاهدين السلام والامن والراحه من اي اتعاب، سواء مرضيه، عفاء من الفيروس التاجي كورونا، وبنصلي من أجل الناس الذين أصيبوا بهذا الفيروس أن يعافيهم الله سريعا ويشفيهم قريبا من هذا المرض أو هذا الوباء. ونتمنى للعالم كل السلام. هنعتذر لحضراتكم عن الحلقة القادمة لأن دي هتكون أعياد كريسماس وهي أجازة رسمية في أمريكا، ولكن إن شاء الله نعود بعدها لحضراتكم ونجدد معكم آخر المستجدات الخاصة بالشأن القبطي وشأن العام. نحن نرصد الحقيقة كاملة ونعطيها لكم من قلب الحدث لنمنح لنا ولكم كامل الحرية من وراء هذه الأحداث. دمتم في خيرا، وفي الختام أرسل إليكم كامل التحية والسلام، سلاما لأهل القبط وسلاما لجميع أهل مصر.